بكم إلى موجز الأنباء. استقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الخميس بقصر الحكومة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا بوتيت كاشامبا موتي التي تقوم بزيارة إلى الجزائر. بيان عن الوزارة الأولى الجزائرية ذكر أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما في ذلك المجال البرلماني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان. كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في إطار الاتحاد الإفريقي دعما للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي الخميس لجمع تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي للاستجابة للوضع الإنساني الحرج في القرن الإفريقي، حيث يعاني أكثر من 43 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا والصومال من واحدة من أسوأ حالات الجفاف في التاريخ الحديث. ودعا الأمين العام الأممي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تحول الأزمة إلى كارثة، كما شدد على ضرورة أن يرقى الدعم إلى مستوى التحدي، مضيفا أنه رأى الآثار المدمرة للجفاف بشكل مباشر خلال زيارته الأخيرة إلى كينيا والصومال. تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الخميس روما لإجراء محادثات مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاجاني في ظل أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين بعد الخلافات حول الهجرة. وأفادت وكالة فرانس بريس أن كولونا ستلتقي وزير الخارجية الإيطالي نائب رئيس الوزراء الرجل الثاني في قيادة حزب إيطاليا إلى الأمام اليميني الشريك في التحالف المحافظ المتشدد الذي تقوده جورجيا ميلوني. وألغى وزير الخارجية الإيطالي زيارة كانت مبرمجة إلى باريس على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانا في 4 مايو الجاري اتهم من خلاله ميلوني بالعجز في حل أزمة الهجرة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الإصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر إلى 13 إصابة إحداها وصفت بالحرجة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم وحاصرت منزلاً. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان والمنازل ما أدى إلى إصابة 14 شابا بالرصاص الحي ومنعت دخول الطواقم الطبية إلى المخيم لإسعاف الجرحى. كما أطلقت قوات الاحتلال طائرات مسيرة في سماء المخيم وسط انتشار مكثف للقوات واعتلاء القناصة عدة بنايات. انتهى الموجز، في أمان الله.